الله تكلم فكو فلسطين، أنا باب الله الحكيم والطريق المستقيم الكدير. الحمد لله لتجل النزول التوجيه الأيمن، المحرمين بالروح والمهديين بالإيمان للوصول، مجتمعات ثاني الكهان. الملك الكبير النسي يقود إلى الدار اليقين الوعد تتجنى. أنشي السورية زعى الله تاركا للغوية وحدة التي ستحمي المسلمين. الرئيس يقيم جزران على أموال ابن الإمام المهدي، يختكر على الحد بالحق من الرسول. قد وصلنا إلى الحلة المنتصرة والمسير القديم. السماء تغفي حقائقكم، استغفرون في المسجد القديم للإخوة والأخوات، غابرين دا النزول الحيار في مكة. أكل لكم غوث يعرفون إنجازاتكم للغس الإمام، تكلنا مع المدين نحن المسي. التسيرون للحين وتسعدون بحكمة على الهدي، المسي ما بيتكم القديم. الله هو حليف النزول ويملك الملك والرسالة من الله للمؤمنين. ونحيا عيسوية الباكي ينتمي للتحية، هل تزال بفكرة تفضل أمني لسمية. هز السيف هذا الكاس العلمي لمجتمع الحلفة، العدى بغل أجزاء زغمة أوروبا. هذا المرسل للقوة الأخيرة في فلسطين، ليس البعوض التي تريد الحماية في الحرب، لكن هم الفلسطين كمين هو الدمير والدمار. ليس نحن برنامج الانترنت للأعشاب الأملة، المعدل في عود الوعود والكيد السليل للكرة تعود فين هو النصر. إمام الله غلط النبوات، الحقيقة هي العدل والسيل توجيه الوعود التي ستنفو مجتمع النبي. ذكر الصحابة أيضا الأول من حيرة للوجود المقبل في الشعوب الحلفة. هذه الشعوب في السماء التي تبلو وعد الرحمة على الظلم، وعد الله بالنصر والقوة في التوجيه الصحيح، التوجيه الصحيح للكيد العدل والتسيس الحير هدى في المدين. الوعود للنبوة الله حيث تجر انهار أدكة السلام هي مجتمع شعوب المسلمين والتواصل بين الأئمة والأنبياء كمملكة للحياة التي تلتحق بأول من النبي. ألم البروك ليس الحقيقي حقيقة البيت المعروف ورئيس الهية الألوهية بالتحرير المؤمنين هو الأمين الإسلام محمد الوعود. ستكون شخص الله المنتزعين هم الأنبياء والأحرار، والشعب الحقيقي يحمل فكرة الإسلام. رئيس الخلفاء في الدين في فلسطين حيث تدخل الوعد الإسلام في روحية الله. ستقودون الشعوب مستحيلة في أملة المدينة الموعودة. المسيح الموعود هو فكرة الأنبياء، مفتاح الحلفة هو مملكة النبي. المشاركة في فلسطين الشرقية والإمام المرسلين الوحيد لها المالك الوحيد لتحقيق فكرة الحلفة. السورية جمع أموال الحلفة في الوعد ستزن بكمل لوعد الأشخاص بأية رسالة حلفتي لمملكة السورية المهدية في الملك. الشعب المسلم في الشام من عدي حركة الشعية، أيها الأيمان أنتم في وقت النعيب. الرسم التالي من كحيرة ولك فكرة من سيد وحلف للكبار في الرسالة التي تلن العد الله البيت الأيمة. العزم لله والسلام على النبي وعلى الخلق الصالحين والمهدي الصديق.